أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي تطوف سنيني يفيض حنيني ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتدرون ما هي قرة العين والسعادة التي ما بعدها سعادة؟ كل إنسان في هذه الدنيا له مواطن يسعد فيها وأمور تغريه فيسعد بها. هذا يسعد بماله، وهذا بقوته، هذا بجاهه، وهذا بمرحه ولهوه، وذاك بسفره. كل له مواطن سعادة فيها ترتاح النفس وتقر العين، لكن السعادة الحقيقية وقرة العين الحقيقية هي في أن يقوم العبد مصليا بين يدي ربه ومولاه. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يوم أن يقف بين يدي ربه ومولاه هي أحلى اللحظات وأجمل الأوقات، تزاح الهموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر قال: أرحنا بها يا بلال، فيقوم يصلي. هناك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عالم مناجاة بينه وبين يدي ربه. وبالله عليكم، أي سعادة أعظم من أن يقف العبد ليقرأ آيات الفاتحة فيرد عليه ربه ومولاه؟ يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين: مجدني عبدي. إلى أن يتم سورة الفاتحة ويقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لما كانت الصلاة عظيمة وهي قرة العين، وهي الصلة بين المخلوق والخالق، بين العبد وربه، لما أراد الله أن يفرضها أرسل لنبيه صلى الله عليه وسلم جبريل، وجاءه بالبراق، وأسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وبدأ الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم. ملائكة كل سماء تسأل: من الطارق؟ قال جبريل: من معك؟ محمد. أؤذن له؟ يقول: نعم. فيرحبون مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وفي كل سماء يستقبله أنبياء: آدم، يوسف، موسى، هارون، إدريس، وغيرهم من الأنبياء الذين يستقبلونه، حتى وصل إلى سدرة المنتهى وتلقى أمر الصلاة من ربه، ليعود بعد ذلك فيأم الأنبياء في بيت المقدس، فتكون له إمامة أمته وإمامة أئمة الأمم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. ولذا كانت سعادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدث عن أغرب ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب ما رأت، وإذا هي تذكر تلك الليلة التي استيقظت في الليل، تحسست فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وإذا به قائم يتوضأ، يقول: يا عائشة ذريني أعبد ربي. فتقول: يا رسول الله، إني أحبك وأحب قربك وأحب ما تحب. فيقوم ويصف الأقدام ويصلي بين يدي ربه فيبكي، وإذا بالدموع تتحدر كالجمان واللؤلؤ على وجهه صلى الله عليه وسلم، يسجد يبل الثرى بين يديه وينفتل من صلاته وهو يبكي، حتى إذا ما رآه بلال وقد دخل ليوقظه للصلاة قال: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. الصلاة سعادة، ولذلك كان أنبياء الله يذكرونها. عيسى عليه السلام في المهد يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. عيسى عليه الصلاة والسلام في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وغيره من أنبياء الله كانوا يصلون
لربهم ومولاهم إنها الصلاح. في كل ظرف حالك تلجأ إلى ربك في الصلاة، تجدب الأرض يجف الضرع ينقطع المطر، يهرع الناس للصلاة فيستسقون فيسقيهم الله، يذنب المذنب ويعصي ربه فينيب ويتوب ويستغفر فيقوم يصلي ركعتين فيستغفر الله ويغفر الله عز وجل له، تكسف الشمس يخسف القمر فيهرع الناس للصلاة. في كل موقف للعبد مع ربه صلاة، يفتتح يومه بصلاة الفجر ويختم يومه بصلاة العشاء، وما بين ذلك وتر بالليل وضحا بالنهار. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي الصلاة أيها الأحبة. من كان عنده هم، من كان عنده غم، من ضاقت به الدنيا فلينصب أقدامه بين يدي ربه ومولاه وليقل الله أكبر. فإذا قال الله أكبر وقف بين يدي الكبير المتعال، هناك اسأل ربك ما شئت يعطيك، فهو الجواد الكريم. أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي.